هاي، أريد من عندكم تركزوا لي على الصورة الموجودة على جاكيت نامجون. هل فعلا هاي صورة المسجد الأقصى؟ لأنه أكو هواي من الأرمي العربي اللي قاموا بنشر هاي الصورة وقالوا أنه نام جون يدعم القضية الفلسطينية لمن ارتدى هذا الجاكيت اللي عليه صورة المسجد الأقصى. لكن في الواقع لمن أجريت بحوثاتي وإذ اكتشفت أن الصورة الموجودة على الجاكيت نام جون ليست صورة المسجد الأقصى وإنما صورة سفينة. نعم، إنها سفينة بحرية من ماركة كازابلانكا وسعر الجاكيت 422 دولار. لذا حبيت أوقف كل الشائعات حول هذا الموضوع مع الدليل. لا تنسوا تضغطوا لايك وشير للفيديو، وهم بعد انتظروني غدا مع نشرة أخبار الكيبوب.